ماشي بعيد على كوثر، لكن هذه المره مع الزوج ديالها هاني خطاب اللي كانت البدايه ديالو من عالم الازياء في الولايات المتحده الامريكيه. هاني قدم في الفتره الاخيره عمل غنائي بعنوان لالا مولاتي. مع بدايه حوارنا مع هاني كان اول سؤال طرحناه عليه هو اخر مره شدو فيها الرادار. غير مؤخرا ملي كنا جايين من هولندا جاي وغيس هيس بصراحه وما شدنيش بزاف، فايت واحد ديال الف غادي 131 بالضبط. هاني طرح مؤخرا اغنيه جديده بعنوان لالا مولاتي واللي كانت مرفوقه بفيديو كليب جديد ومختلف تم تصويره بالمغرب واللي تعامل من خلاله هاني مع طاقم عمل عالمي. لالا مولاتي من كلمات والحان ايوب هيكلي وتوزيع اشرف القصومي، غناء هاني خطاب. اغنيه اللي تقريبا تخدمت كامله برا مع ناس مع موسيقيين عالميين من الهند، الولفمان اللي معروف في سيربيا، توزعت في امريكا وتصورت هنا في المغرب في مدينتي اللي هي القنيطره ومهديه لاك. ودائما بخصوص هذا الفيديو كليب فهاني تعمد انه ما يكونش مبني على قصه واقعيه. تعمدت ان الكليب يكون غير هكاك، ما عندوش قصه ما عندوش سيناريو، يعني يكونوا غير لقطات. فكره اللي اقتبستها بصراحه من الكليبات ديال برا، والاغنيه براسها ماشي غير الكليب، لان حتى الاغنيه حاولنا بانها تكون ماكسيموم مقوره كما كنقولوا. هذا الفيديو كليب شفنا شبه كبير بينه وبين فيديو كليب اغنيه كلوزر مجموعه دو شاين سموكر، سواء على مستوى الاماكن او الطريقه اللي تم بها التصوير. هو الامر اللي ما خفاش علينا هاني. ملي نشوفك ندوخ انتي. كاينين بزاف، ما نقدرش نقول لك غير واحد، كاينين بزاف. انا هذه الفكره هذه كانت انسبيرينا من واحد الاغنيه سميتها كلوزر، هي اللي تقريبا نفس اللي بغينا نديرو. هاد الخطوه كطرح علامه استفهام كبيره بخصوص مدى تخوف هاد النجم من الوقوع في التقليد. لا بالعكس، ما كيكونش تقليد 100%، مي كتقتبس واحد الفكره اللي كتحاول يا اما تطورها ولا كتحاول تزيد عليها واحد الاضافات اللي غتكون كتلامسك ولا كتلامس الاغنيه. الفيديو كليب كانت عنده تبعات كثيره، لربما من ابرزها الاشاعه اللي طالت هاني خصوصا من بعد تصويره من طرف مجهول رفقه الموضه اللي شاركته هذا العمل واللي قام ببعت هاد الصور الكوثر، الامر اللي خلى هاني يخرج بتصريح على حسابه بالانستغرام واللي قال فيه صباح التخلويض وصباح الحسنات. شي حد صيفط الفيديو الكوثر قالوا ليها هاني كيخونك الله يسمح ليهم. هاني ومن خلال كلامه معنا فهو كشف لنا ولاول مره ردت فعل كوثر على هذا الامر. عادي لانه كانت معايا كانت حاضره معنا في التسجيل، عارفه اللقطه، عارفه كل شيء، ما كاينش مشكله. بمناسبه الحديث على كوثر فهاني كشف لنا العيب ديالها بالرغم من انه السؤال كان صعيب بالنسبه ليه. الديفو ديال كوثر واقيله اللي كنشوفه انا انها واحد مزاجيه، كتقدر هي كتضحك معاك دير لها واحد لوجيست صغير اللي بوم كيقلب لها الميزاج ديالها كاريمو. ومع نهاية لقاءنا تكلم لنا هاني على الفوارق اللي كيعيشها ما بين البيت الفني والبيت الأسري ديالو. يمكن البيت اللي فيه فناني كتكون فيه واحد روح فنية شوية أكثر، كتلقى بعد مرة تجلس هنا ومراتك راه كتغني واحد البلاصة أخرى، كتسمع غير ديك الدندنة ديالها شوية العكس، شوية كنعزف أنا شوية ديال الأورك شوية ديال الجيتار، بعد مرات كنديرو جلسات غير بيناتنا في الدار، يعني كيكون واحد الجو ديال الفن شوية أكثر من البيت العادي.